حياكم الله إلى ما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي فيكم من قناة الرافدين. أكد مختصون أن هناك عددا من المعوقات أمام سرعة إنجاز مشروع ما يعرف بطريق التنمية الاستراتيجي في العراق، في مقدمتها تهالك البنية التحتية الخاصة بقطاع النقل. وقال باحثون في مجال النقل والطاقة إن التجاذبات السياسية الداخلية واعتراض عدد من الجهات المتنفذة والميليشيات على هذا المشروع تعد عاملا مهما يجب مراعاته ومعالجته قبل الشروع في تنفيذه، لأن هناك تهديدات أمنية قد تتجه إليها الميليشيات إن لم يلبى المشروع أو يلبي المشروع رغباتها وأجنداتها. حقق خام البصرة مكاسب أسبوعية طفيفة مع تسجيل أسعار النفط العالمية مكاسب بعد تقلبات كثيرة الأسبوع الماضي، وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ دولاراً و24 سنتاً ليصل إلى 77 دولاراً و28 سنتاً، وسجل مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 94 سنتاً. وأغلق خام البصرة المتوسط على ارتفاع بلغ دولاراً و24 سنتاً ليصل إلى 80 دولاراً و58 سنتاً، وسجل أيضاً مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت دولاراً و44 سنتاً. حذرت وكالة الطاقة الدولية من انخفاض مخزونات النفط العالمية رغم استمرار تباطؤ نمو الطلب العالمي على الذهب الأسود الذي يتوقع أن يبلغ مستويات قياسية جديدة في العام الحالي. وقالت الوكالة إن مخزونات النفط التي تم رصدها بحوالي 60 مليون برميل في شهر كانون الثاني قد تراجعت في ظل تراجع المخزونات على اليابسة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016 على الأقل، وارتفع المخزون العالمي في شهر كانون الأول بمقدار 21 مليون و600 ألف برميل. انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في شهر كانون الثاني متأثرة بتراجع معدلات البيع في متاجر السيارات ومحطات خدمات البنزين. وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية إن مبيعات التجزئة هبطت بنسبة 0.8% الشهر الماضي، ويرجح أنها تأثرت أيضاً بالعواصف الشتوية. ورجعت بيانات كانون الأول ليظهر فيها ارتفاع المبيعات بنسبة 0.4% بدلاً من 0.6% مثلما ورد في تقارير سابقة. قال وزير المالية التركي محمد شمشيك إن صافي تدفقات المحافظة الاستثمارية إلى تركيا زاد في النصف الثاني من العام الماضي، متوقعاً أن تتسارع هذه التدفقات بعد الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في نهاية شهر أدار المقبل. وقال شمشيك خلال منتدى تركي سعودي للاستثمار والأعمال في إسطنبول إن تركيا مستعدة للعمل مع الرياض في مجالات السياحة والبناء والدفاع. وفي السياق المتصل قالت وزارة الخزانة التركية خلال الشهر الجاري إنها جمعت نحو 900 مليون يورو من طرح سندات يورو بوند وصكوك لأجل عامين للبنوك. ولنا هذه انتقال مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.